اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوم 23 من يوليو أحد أيام مصر الخالدة، وأشار إلى أن تأثير ثورة يوليو تجاوز نطاق مصر وألهم الشعوب عبر العالم. هذا اليوم الخالد من أيام مصر الذي استرد فيه المصريون حكم بلادهم وبدأوا بعده مسيرة طويلة وشاقة من الكفاح لتحقيق آمالهم في الاستقلال والحرية والتنمية. تجاوز تأثير الثورة نطاق مصر وألهمت الشعوب عبر العالم ليصبح التحرر الوطني حقيقة واقعة، ويصبح حق الشعوب في تقرير مصيرها أمرا مسلما به. نتذكر في هذا اليوم اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قائد ثورة يوليو الذي تجسدت فيه آمال المصريين نحو الحرية والكرامة، فعبر عنها بإخلاص وكبرياء، ووضع اسم مصر في مكانة عالية إقليميا وعالميا، واجتهد لمواجهة تحديات عصره بكل طاقته وقدرته.